الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: يوجد شباب في مجتمعنا ومن زملائي في العمل أو الأقارب، يقول بدأت ألحظ عليهم من كلامهم وتعليقاتهم الهمز واللمز بالملتزمين وبطلبة العلم وتصيد أخطائهم والفرح بها وجعلها عذرا لهم في تقصيرهم، يعني أخطاء الملتزمين، فهل من كلمة توجيهية في ذلك، خصوصا مع انتشار بعض وسائل التواصل من رسائل فيها لمز وهمز من هذا النوع؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: هذا من الأمور التي ابتلي بها كثير من الناس في هذا الزمان، بل هي بلوى كثير من الناس في كل زمان والعياذ بالله، وهي من جملة غثاء الألسنة وآفات المنطق التي يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل فيها صيانة وحماية وحفظا. فإن من أعظم ما يوجب الخطر على الإنسان في الدنيا والآخرة فلتات لسانه، فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه وأن يتقي الله عز وجل في أعراض إخوانه، وإلا فإن هذا اللسان من جملة الشهود على العبد يوم القيامة. قال الله عز وجل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كما لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وعن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد والترمذي بسند حسن من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين فكيه، يعني اللسان، وما بين فخذيه، أضمن له الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والنصوص المحذرة من آفات اللسان والمبينة لخطره وعظيم وقعه وقبيح زلله كثيرة جدا لا تكاد تحصر. فينبغي على العاقل الحصيف الذي يريد لنفسه النجاة أن يحفظ لسانه، وأن يتأمل في منطقه، وأن لا يتكلم بالكلمة إلا بعد أن يعلم من سيتلقفها من الملكين، أهو ملك الحسنات أم ملك السيئات. لا سيما إذا كان من تكلمت فيه أيها المسلم من أولياء الله عز وجل، من العلماء والصلحاء والصديقين والشهداء، فإن الأمر حينئذ يكون أعظم وأعظم. فعلى الإنسان أن يحفظ أعراض إخوانه، وأن يدافع عنهم، وأن لا يغتابهم أو ينم عليهم أو يجعلهم فاكهة يتفكه بها في مجالسه، أو يجعلهم نوادر يتندر بها في فكاهاته، فكل ذلك من الأمور المحرمة التحريم الشديد. فإن أعراض المسلمين عند الله عز وجل غالية، لا سيما أعراض أوليائه من العلماء والصديقين والشهداء والصالحين من خيرة المجتمع، ممن انتفعت الأمة بهديهم وصلاحهم. فلا يجوز أن نجعل من أخطائهم سلما لأعراضهم والتفكه بهم والتندر بهم،
ولا يجوز لنا أن نجعل أخطاءهم أو تقصيرهم في بعض الأمور والجوانب سلما لنا لنقصر في جنب الله عز وجل. فكل ذلك مما لا يجوز أبدا، بل هو من جملة أفعال أهل النذالة والسفلة ممن لا يقدرون الله عز وجل حق قدره، وهو لا يصدر غالبا إلا من عبيد الشهوات الذين يريدون أن يتذرعوا في تقصيرهم في جنب الله بهذه الأخطاء. فلا تراهم يربون لحاهم لأن فلانا العالم أخطأ أو زل في كذا وكذا، ولا تجدهم يحرصون على صلوات الجماعة ولا على تقصير الثياب ولا على مجالس الخير بحجة أن فلانا المستقيم أخطأ في حقهم أو أن فلانا رأوا عليه بعض مظاهر التقصير، فيسوغون لأنفسهم التقصير في جنب الله بسبب أخطاء فلان وفلان، وليس ذلك بعذر لهم عند الله عز وجل، وإنما هي سفالة في نفوسهم وشهوات في بواطنهم أرادوا أن ينفثوها وأن يتسلقوا على سلم هذه الأخطاء حتى يحتجوا بها أمام الناس، حتى لا ينقدهم أحد. وإلا ففي الحقيقة أنهم عبيد شهواتهم نعوذ بالله، وعندهم فتور وكسل في طاعة الله، ولكنهم يريدون أن يعتذروا لأنفسهم عن هذا الكسل والتقصير بأن فلانا العالم أخطأ، وأن الشيخ الفلاني زل، وأن المستقيم الفلاني ظهر عليه من علامات التقصير كذا وكذا. فالواجب علينا أن نتقي الله في أعراض المسلمين، فلا نهمز إرضى أحد منهم ولا نغمز فيهم ولا نتفكه بأعراضهم، بل علينا أن ندافع عنهم. وكل ذلك دليل على ضعف ميزان التقوى في قلب العبد. فوصيتي لنفسي ولإخوان المسلمين أن يتقوا الله في ألسنتهم، وأن يتقوا الله في أعراض إخوانهم، وأن يتقوا الله في علاقتهم مع ربهم، وأن يجتهدوا في طاعته، وأن لا يحملنهم تقصير فلان وفلان على أن يقصروهم في جنب الله عز وجل. نسأل الله أن يطهر بواطننا وظواهرنا وألسنتنا، والله أعلى وأعلم.